السحب على ارتفاع المناطق الأنبار وأيضا المناطق الشمالية خاصة. الأرصاد الجوية التي تشكل علما مهما يحتاج لدراسة العميقة والإتقان جاءت أشبه بعلم فطري لدى الشاب مصطفى الكبيسي الذي أصبح متنبئا معتمدا يسبق أحداث الطقس معرفة دقيقة دون أي معدات علمية. عندما أصبحت دراستي دقيقة بصورة عامة قمت بنشر توقعات الطقس على حساب الفيسبوك، وقد تطور مع الحال حتى قمت بإصدار نشرات حتى للعراق والمناطق التي تحيط به، وأيضا لدي كثير من المتابعين وهم من يتواصلون معي من هم من المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا وليبيا والجزائر. لم تقتصر دراية الكبيسي على أجواء العراق لتتعداها نحو الكثير من مناطق دول الجوار بمحاذاة غرب العراق في العمق السوري والأردني والسعودي. بدأت في هذه الموهبة عندما كان أخي يشاهد على التلفاز على أحد القنوات الفضائية حالة الطقس، وعندما جلست معه قمت بمشاهدة توقعات الطقس عندما كان يشاهدها، فمع مرور الوقت قمت واستطعت بمتابعة مستمرة بدلا منه، واستطعت أن أطور نفسي وقمت بنشر توقعات الطقس للأهل تامة ومن أقاربي خاصة. بات اليوم كمصدر يتواصل معه الكثير من خبراء الأنواء الجوية ويرسم الخرائط المتوقعة للأجواء بدقة متناهية، وهناك عدد من المختصين أيضا يتصلون بي على الخاص لمعرفة أحوال الطقس في مناطقهم، وأيضا الفلاحين والمناطق الزراعية كي يعلموا أو يتنبؤون أو يستفادون من ناحية الموسم إن كان خصب أو جفاف على مدى العام. بدأت في رسم الخرائط الجوية منذ 3 سنوات وقمت بتطويرها، وقد أخذت بعين الاعتبار بعدد من المتابعين، فعندما كانت مشابهة أو مماثلة للواقع، لكن مع مرور الوقت نحتاج إلى الدعم كي من الأرصاد الجوية والمختصين كي نستمر في هذه الموهبة وفي دراسات مستقبلا وكي نصل إلى عدد أكبر من المواطنين. قمت بتصميم هذه الخريطة كي نوضح حركة التيارات النفاثة والمنخفض الجوي. نلاحظ عبر الخرائط الجوية هو تيار الشبه القطبي يتحرك نحو العراق، والتيار الشبه النفاث الشبه المداري مع انكسار في حركة تيار النفاث نحو مناطق العراق وبلاد الشام بصورة عامة. هكذا تشكل بعض المواهب أهمية تتعدى بأهميتها حدود الوطن وتعود بالنفع الكبير بإصرار لا يوقفه انعدام الدعم.